مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بحضراتكم من جديد في رأي عام بعد أجازة العيد وبعد شهر رمضان اللي حاولنا من خلال برنامج حكايات 60 سنة دراما حاولنا أن احنا نعمل إطلالة سريعة على ملامح الدراما الرمضانية خلال عمرها في 60 سنة. وإحنا في شهر رمضان أكيد حضراتكم تابعتم كم المسلسلات، الكم الكبير من المسلسلات اللي تقدمت السنة دي بتنوعها الكبير، والحقيقة أن السنة دي تقدمت مجموعة من المسلسلات اللي كل مسلسل محتاج يتعمل عنه حلقة لوحده، ويمكن التنوع الحاصل في الدراما السنة دي بشكل عام كان لافت النظر وشديد التفرد. شفنا الأعمال الوطنية زي مسلسل الاختيار في جزءه الثالث واللي كان كاشف وفاضح لجماعة الإخوان ومؤامراتها خلال الفترة من 2012 ولحد ثورة 30 يونيو. أكيد معظم الناس توقفت بشكل أو بآخر عند المزج اللي حصل للمرة الأولى بين الدراما والتوثيق الحي بالصوت والصورة، وكمان كان في المسلسلات اللي ممكن تصنفها على أنها أعمال صوفية، توهجها في العمل البديع جزيرة غمام، وأيضا الكوميديا كان لها نصيب كبير في هذا العام، الكوميديا الراقية والمختلفة كانت حاضرة مع المسلسل اللي كسر الدنيا في جزءه السادس الكبير قوي واللي كان ترند من خلال المهرجان السينمائي اللي عمله الفنان أحمد مكي في المزاريطة وحضره كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي. ده كله بيخلينا نعمل إطلالة سريعة على ملامح الدراما هذا العام، وأبدأ مع ناقدنا الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي. أستاذ طارق مساء الخير وكل سنة وحضرتك بألف خير. وانت يا دكتور عمرو ازيك؟ الله يخليك أستاذ طارق. وإحنا بنتكلم عن الدراما السنة دي، أنا عايز أقول لك بس المزاريطة عمل غلطة كبيرة جدا. عمل إيه؟ غلطة كبيرة. غلطة ايه الغلطة؟ هاي ما وجهلناش الدعوة انا وانت. نعم؟ لم يوجه لنا الدعوة انا وانت. لم يوجه لك دعوة. يعني مش لازم نتواجد ولا ايه رأيك؟ لا دي غلطة كبيرة. يعني احمد مكي عمل غلطة كبيرة بس هنفوتها له. طب كويس انه لو هو سمعنا دلوقتي على الهواء يسمع الكلام ده. بس ده ما يمنعش انه احمد مكي عمل مسلسل رائع السنة دي يا استاذ طارق، صح؟ اهم حاجة رجعت الضحكة الصافية الحقيقية لينا، احنا قعدنا فترة يا دكتور عمرو بنتفرج على اعمال تدعي انها كوميديا وليس لها علاقه بالكوميديا على الاطلاق. حقيقي يعني لكن فعلا الكبير قوي رجع الضحكه الصافيه، واهم حاجه انه قدم جنبه مجموعه مش بس رحمه احمد، كل الموجودين بجوار مكي كانوا لامعين ومنورين ومبهجين وده يحسب له. يعني ما غطتش نجوميته على باقي الممثلين في المسلسل. مش بس كده، تحس ان هو كان بيوضب لهم باللهجه بتاعه النجوم الكوميديا الافيه، يعني يباصي له افيه ويمهد حقيقي يعني. انا ده بيفكر بفؤاد المهندس على طول، فؤاد المهندس كان عنده الروح دي. يبقى جنبه كلهم دمهم خفيف. وده النجاح وده الذكاء ودي الثقه. فمكي فعلا رجع بعد عودة، رجع بقوة. طبعا السنة اللي فاتت كان مقدم دور جميل في الاختيار الجزء الثاني. المرة دي راح كمل الكبير قوي وعمل فعلا فارق، يعني فارق في البيت المصري والبيت العربي. ان احنا كنا بنفطر مع بعض، انت عارف زمان قبل الفضائيات كنا بنفطر مع بعض. يعني ايه نفطر مع بعض؟ يعني يبقى انت مثلا هنتفرج على فوازير نيلي او شريهان، وبعد كده هنروح نتفرج على ليالي الحلميه، ثم رأفت الهجان. كانت تقريبا كلنا بندور في حاجات متتابعه. جت الفضائيات خلتنا نتفرق. هذا المسلسل الكبير قوي تجمع المصريون والعرب على مائده واحده. صحيح، حتى يعني الكلام كتير يعني انا قريته على الاقل يعني في السوشيال ميديا، وحتى نقاد كبار يعني قالوا انه مسلسل كبير قوي غطى على برامج الكاميرا الخفيه، يعني البرامج بتاعه المقالب. يعني هي كانت لانه انت عايز تضحك عايز تتبسط. نعم. فالناس بعد الفطار او حتى اثناء الفطار بالمناسبه، المسلسل كان بيذاع تقريبا ساعه الفطار، يعني يا دوبك تاخد شوية بلح ولا بتاع ويبدأ.
ففعلا كانت الضحكه الصافيه قدمها لنا ميكي واحمد الجندي، لازم اذكره اللي هو المخرج، لانه الحقيقه كان في عنده لمسات. يعني الكوميديا لازم يكون، عشان لازم يكون وراها مخرج كمان، في ضبط الايقاع، في الموسيقى، في المونتاج، كلها في تسكين الادوار، كلها الحقيقه مفردات مهمه جدا عملها احمد جندي كمخرج. صحيح. طيب يعني بعيدا عن الكبير قوي واحمد مكي، المنشط او العنوان العريض لمسلسلات رمضان السنه دي لو هنكتبه نقول ايه يا استاذ طارق؟ طبعا الاختيار الجزء الثالث. انت اتكلمت على جزء مهم قوي، الذكر ودراما، اللي هو الوثيقه مع الدراما. طبعا ده موجود من الجزء الاول بالمناسبه، يعني البناء اللي عمله بيتر ميمي كمخرج حتى قبل ما يبقى هاني سرحان الكاتب ايام باهر ديودار لما عمل الجزء الاول، كان ده الخط العام، الوثيقه تدعم الدراما. فانت شايف بما لا يحتمل الشك كل ما بنراه دراميا بتؤكده وثيقه. وبعدين احنا عشنا الاحداث لانها لا تزال في الذاكره، بتكلم على 10 سنوات مثلا او حاجه. فاللي عنده 18 سنه 20 سنه يتذكر بالتفاصيل الكثير، لكن ما كناش فاكرينها. وانا شخصيا ما كنتش فاكر ان الامور كانت وصل لهذا الحد. طيب. يعني انه رئيس جمهوريه بيملى عليه القرارات، رئيس جمهوريه بلا اراده، انه خيرت الشاطر واخد كل المساحات دي، كان ممكن اسمع لكن لم اتصور انها بهذا الشكل. فكان يجب انه تقوم يعني ثوره 30 يونيو كانت حتميه عشان الحياه تستمر وعشان مصر ترجع مصر. نعم. طيب يعني يمكن حضرتك اشرت طبعا في جزيره غمام في حاجات كثيره، حرام نزل في اعمال كثيره انا يعني حاببها جدا، فيها فاتن امل حربي كعمل كنص بيغير قانون، ودي مساله مهمه جدا، نصر بيغير يعني عمل فني. نعم. بيغير قانون. نعم. وجزيره الغمام لازم نحيي عبد الرحيم كمال حقيقي، وحسين المنباوي كمخرج، والمجموعه الابطال طارق ومحمد امين يعني وغيرهم ورياض الخولي، ولاحظ انا اسف والله في اسماء كتير ارجو ما حدش يزعل مني، يعني كلهم دخلوا قلوبنا. يعني طيب. كلهم دخلوا قلوبنا. وبمناسبه الاسماء الكبيره اللي يعني برزت وابدعت السنه دي في رمضان، يمكن معايا دلوقتي على التليفون يا استاذ طارق الفنان الكبير القدير الاستاذ عبد العزيز مخيون اللي ابدع في دور طبعا مرشد جماعه الاخوان. اسمح لي يعني اتكلم معاه وبس، خليك معانا لو سمحت يا استاذ طارق. يشرفني، يشرفك، عزيز، انسان عزيز عليا. اها استاذ عبد العزيز مساء الخير اولا. اهلا، مساء النور. اهلا يا عمرو. اهلا بحضرتك. اسمح لي امسي عليك وعلى طارق. اهلا بك. اهلا بحضرتك يا استاذ عبد العزيز. ويمكن احنا كنا بنتكلم على استاذ طارق دلوقتي على الجديد اللي حصل السنه دي في الموسم الرمضاني في مسلسل الاختيار في جزءه الثالث، والاستعانه باحداث موثقه يعني توثيق بالصوت والصوره. حضرتك شفت ده ازاي يا استاذ عبد العزيز وانت بتؤدي دور وتجسد دور مرشد جماعه الاخوان؟ والله انا يعني استفدت من التجربه دي، وكان لي لقاء يعني جميل جدا مع زملاء كنت بجتمع بيهم على في المقر العام، واولهم خالد الصاوي وخيرت الشاطر ومحمود عزت وكل الزملاء الاعزاء دول، والمخرج طبعا كان مايسترو المجموعه دي، كان راجل هادي ولطيف وظريف ووصل لنا المعلومه بمنتهى الهدوء والبساطه، فده الحقيقه ساعدنا على اننا يعني نعيش في الشخصيات فعلا. يعني التحضير بتاع شخصيه المرشد يعني اخذ قد ايه منك يا استاذ عبد العزيز؟ هو ما اخدش كتير، لان يعني الصور موجوده والفيديوهات موجوده والصوره نفسها الذهنيه موجوده في العقل الباطن، يعني لان ده تاريخ زي ما قال طارق دلوقتي، ده تاريخ يعني قريب واحنا عشناه وعارفينه،
ف وهم كمان يعني الملابس الحقيقه يعني ساعدوني، والاكسسوار والمكياج من ناحيه الشكل الخارجي. اما من ناحيه بقى الروح بتاعت الشخصيه نفسها، فده شغل الممثل واستخدام العقل الواعي والعقل الباطن عشان يعني ادخل روح الشخصيه جوايا، هو ده كان المهم. جميل جدا. طيب من شخصيه المرشد في الاختيار الى شخصيه الشيخ مدين في جزيره غمام، الشخصيه اللي يعني بدون مبالغه كانت شخصيه محوريه رغم انه مساحه الدور كانت قليله. يعني لما قريت الورق بلغتكم يعني كفنانين، يعني شفت المساحه دي يعني ازاي، وشفت الدور ازاي يا استاذ عبد العزيز؟ لا ده انا شفتها كبيره جدا، هذه المساحه التي قد تبدو انها قصيره على الشاشه هي هو ده الاساس اللي بينبني عليه احداث المسلسل ده. الشيخ مدين وتعاليمه وتلامذته الثلاثه يعني دي كانت مهمه جدا جدا. انا ادركت اهميه الشخصيه دي كافتتاح للعمل. وطبعا عبد الرحيم كمال انا عارفه وليه تجربه معاه، وعارف كتابته وعارف اسلوبه، وطبعا ادركت الرمزيات اللي موجوده في العمل والشخصيه دي. جميل جدا. وكان واجب عليا ان انا يعني اديها مجهود، وفعلا اعطيتها مجهود جامد جدا، وخدت مني وقت في الحفظ، لان القصيده اللي كان بيقول اولها او بيقول جزء منها دي قصيدة منسوبة تقريبا للإمام علي، أو هي بتاعة الإمام علي ابن أبي طالب. فدي خدت مني وقت ومجهود عشان أحفظها. أو الكلام الثاني الصوفي اللي هو كلام يعني غير متداول في الحوار بتاع الأعمال الفنية. صحيح. فكل ده خد مجهود. طب أسمع رأي الأستاذ طارق الشناوي في دور الشيخ مدين وفي المسلسل نفسه يا استاذ طارق. طبعا هو مسلسل بكل المقاييس استثنائي على كل المستويات، يعني من الحالات القليله جدا اللي تفضل تسرح وتفكر في تفاصيل العمل الفني بعد ان ينتهي. وفعلا انا بحيي طبعا الاستاذ عبد العزيز بخيون، احد يعني عمالقه فن الاداء، وانه يعني اعظم ما في هذا الفنان المبدع ان هو يحمل مرونه مع الزمن، وبيقدر يحدد بالظبط هو فين ويعمل ايه، فمهما كان مساحه الدور في النهايه لازم يتبقى امامك عبد العزيز بخيون لازم. شكرا يا طارق. الف شكرا يا حبيبي. يعني بجد يعني لازم يظل امامك هذا الفنان القادر على المؤامره مع الزمن، القادر على العطاء، ولانه فعلا بيقفش الشخصية بكل ملامحها ويخشها من الوجدان، وده بان قوي كمان في دور المرشد، مش تقليد بقدر ما هو حالة وجدانية زي ما قال الأستاذ عبد العزيز، انه يعني يدخل روح الشخصية في ال ده صحيح ده صحيح. جميل جدا. طيب يعني قبل ما اشكر حضراتكم عايز اسال الاستاذ عبد العزيز، حضرتك السنه دي في الموسم الرمضاني عملت 4 مسلسلات، انحراف وتوبه والاختيار وجزيره غمام. يعني جات لك فتره يا استاذ عبد العزيز اختفيت كده او احتجبت او يعني داريت شويه. انا يعني زمايلي في الاعداد بيقولوا لي انك انت قاعد في البحيره، البحيره طبعا محافظه جميله جدا، هل ده له يعني خلينا نقول يعني حافز مثلا عادك في البحيره مخليك تركز اكتر عن العيشه في القاهره؟ لا اصل القاهره ما هيش كل حاجه يعني، البحيره مصر برضو. صحيح. وبعدين التليفونات دلوقتي قربت المسافات. انا اختياري ان انا اقعد في البحيره هنا لان انا بحب الهدوء وبحب الخضره، وبنزعج جدا من العربيات الكتير والمواصلات والحركه في القاهره. والله مش لوحدك يا استاذ عبد العزيز، انا برضه نفس الحكايه. انا يعني عندك كنت جنبك في الانتاج الاعلامي عشان انزل نقابه الصحفيين مثلا الساعه 7 يكون في ندوه ولا حاجه،
اخد لي بتاع ساعتين ونص وكده، فانا لا احتمل ده. صحيح. يعني المهم ان انا يعني لما حضرتك قلت دلوقتي ان انا كنت غبت شويه، لا انا مش بغيب، هو مش غياب، هو حسن اختيار. يعني انا بختار العمل، او احيانا يكون في عمل عاجبني وما اعرفش اتفق مع الانتاج، فطبعا انا ما بحبش ان انا ارخص نفسي، فبقول لهم يعني ما عليش فرصه ثانيه. فهو يعني كمان بيجيني ساعات ورق مستواه مش جيد فبعتذر، يعني هو ده السبب. يعني بحييك، بحييك يا استاذ عبد العزيز الفنان القدير عبد العزيز مخيون، وبحييك يا استاذ طارق ناقد الكبير. استاذ طارق الشناوي شكرا جزيلا لحضراتكم. ويعني الدراما دي نفسها يعني ما تجيش نقطة في بحر من الدراما الفعلية الحقيقية للعالم بيشهدها، ويعني بدأ انه يشهدها من خلال الفترة اللي فاتت، خلال شهرين ثلاثة اللي فاتوا. والغريب انه العالم اللي كانت حركته ساكنة الى حد ما خلال العشر سنين اللي فاتت، ساكنة طبعا نسبيا، بدأت تحصل فيه دراما غريبة على عدة مستويات، سواء كانت مع ظهور فيروس كورونا، سواء كان مع عودة حركة طالبان للحكم في أفغانستان، أو الصراع المحتدم دلوقتي بين روسيا والغرب في أوكرانيا، أو في الملف الاقتصادي العالمي اللي تأثر بهذه الحرب وبغيرها، أو حتى في التفاصيل البسيطة في العالم، زي ما شفنا في قصة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وقصة استشهادها ومقتلها المليئة بالدراما الحزينة، أو حتى بعدها بعد ما ظهرت يعني على السوشيال ميديا عدة إشكاليات. كل ده وغيره يخليك تدرك أنك أنت قدام عالم الدراما فيه متشابكة ومعقدة، تعقيد أبعد بكتير من كل خيالات صناع الدراما وصناع السينما. وده هيخليني أسأل ضيفي العزيز الصديق الأستاذ عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ. أستاذ عماد، أولا مساء الخير. مساء الخير يا دكتور عمرو، تحياتي لحضرتك، كل سنة وانت طيب، وحمد لله على سلامتك وعودتك لمصر. الله يسلمك، شكرا جزيلا. وإحنا بنتكلم عن الدراما العالمية، وأنا بقصد هنا طبعا الصراع بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. النهاردة على سبيل المثال، أو يعني فصل آخر في فصول الدراما، الإعلان عن انضمام أو تقدم السويد بطلب للانضمام إلى حلف الناتو. امبارح كانت فنلندا فعلت نفس الشيء، النهاردة بوتين رد وقال أنه توسع البنية العسكرية لحلف الناتو يعني خطوة عدائية وتستوجب الرد، هكذا قال الرئيس الروسي النهاردة. حضرتك شايف روسيا ممكن ترد ازاي على هكذا خطوات؟ اولا يعني المقدمة اللي حضرتك تحدثت فيها عن الدراما هنا وهناك، انا اظن ان جزء من اللي بيحصل الخط الفاصل او الخط الوهمي ما بين عالم السياسة الواقعي الخشن وعالم الدراما اللي احنا كنا بنشوفها فقط في التلفزيون، انا اظن بدأ يتهاوى، وفي مرات كتيرة جدا احيانا ما بنقدرش نفرق ما بين الحقيقة والخيال، خصوصا في الصراع في اوكرانيا. لما واحد زي زيلينسكي، هو ممثل اصلا، بوتين رجل استخبارات، الصورتين في لحظات بعض الناس كانوا بيقولوا احنا مش عارفين هل زيلينسكي بيمثل فعلا ولا بيمارس دوره كسياسي ورئيس لدولة. وبالتالي حصل فيه تدخلات كتيرة جدا، ثورة وسائل الإعلام والاتصالات خلت العالم بتشارك في الحرب أحيانا، وبي فيه فكرة التأثير في الرأي العام والسوشيال ميديا. زي ما انت فاكر ان الحرب أساسا قبل أن تبدأ كان بدأت حرب الانترنت بينهم، كل طرف حاول أن يدمر البنية التحتية لمواقع التاني. الحرب السبرانية كانت على أشدها، تعطيل مرافق حيوية، الشائعات على يعني أكمل وجه. فبالتالي في ظواهر كثيرة بقت لطيقة بالحرب الحديثة الأخيرة، هذا على مستوى الشكل، وربما حتى هذا الأمر بدأ يبقى داخل المضمون نفسه. فيما يتعلق بسؤال حضرتك حول الرد الروسي المحتمل، أنا عندي ظن يعني لا أعرف مدى دقته، وأن
فلاديمير بوتين قد تم نصب فخ محكم له في أوكرانيا. الغرب بدأ، يعني مش الغرب، الأمريكا، لأنه عشان نقول كلمة الغرب مصطلح لم يعد في نظر يعبر عن الواقع بدقة. الحرب، هذه الحرب الذي سيدفع الثمن الأكبر فيها هو أوكرانيا، أو دفعت الثمن دمار هائل. الأوروبا هي الأكثر تضررا بعد أوكرانيا، هي التي ستدفع الفاتورة. وبدأنا نسمع أصوات في إيطاليا تتحدث عن استغرابهم من الولايات المتحدة على سبيل المثال لم تبادر إلى طرح أي دعوة لوقف القتال، هي فقط بالعكس هي بتحاول يعني أن تجعل القتال أكثر، يعني يستعر أكثر ويشتد، حتى تستطيع أن تستنزف روسيا كما يقولون إلى آخر جندي أوكراني. والدعاية الغربية تعمل بدائف شديد جدا على أنه أوكرانيا قد تحقق النصر، مش فقط لا تهزم، لا، قد تحقق النصر. الولايات المتحدة مستفيدة أكبر من هذا الأمر، هي تعتقد واعتقادها صحيح حتى هذه اللحظة أو يميل إلى الصحة، أنه يمكن اصطياد الدب الروسي في أوكرانيا عبر عملية استنزاف طويلة المدى وهكذا. هل الرد الروسي هيكون ايه؟ في الماضي جميعنا لو تذكر قبل اندلاع الحرب في 24 فبراير شباط، كل الناس او غالبية المراقبين على الاقل كانوا بيقولوا روسيا لن تدخل اوكرانيا، لكن دخلت اوكرانيا. كثيرين يقولون انه لن يتم استخدام اسلحة يعني غير تقليدية. أظن نحن دلوقتي وصلنا إلى مرحلة لا يمكن لك أن تستبعد أي احتمال. طيب. لأن في اللحظة التي هي دي النقطة، في اللحظة التي سيشعر فيها بوتين أو روسيا أنها حشرت في زاوية فهي لن تتردد عن استخدام. طيب هذه اللحظة خلينا يعني نعرض على حضراتكم وعلى حضرتك يا أستاذ عماد يعني جزء صغير كده مدته دقيقة من حوار أنا أجريته لقناة سكاي نيوز عربية مع مفكر روسي شهير وفيلسوف وقريب من الكرملين اسمه ألكسندر دوجن. اتكلم في الجزئية اللي حضرتك أشرت ليها بالضبط دي يا أستاذ عماد، مسألة ماذا لو روسيا لم تحقق الانتصار. نشوف مع بعض. هذه العملية العسكرية بالنسبة لروسيا ليست بمثابة نزاع محلي يمكن أن يخلف تداعيات مماثلة للصراعات المحلية. روسيا وضعت كل أوراقها على الطاولة لتتحدى بعمليتها هذه السيطرة والهيمنة المطلقة للغرب. بهذا التحدي إما أن تنتصر أو ستفنى، وكما قال بوتين إن لم تكن هناك روسيا فلن يكون هناك وجود للعالم وللإنسانية، ملمحا إلى ترسانتها النووية. أمام الغرب خيارات عديدة، أما روسيا فليس أمامها سوى خيار واحد وهو تحقيق النصر. الهزيمة تعني أننا سنأخذ العالم إلى المجهول، ولا أعتقد أن الأمور حاليا وصلت لحد استفزاز روسيا ودفعها لاستخدام سلاحها النووي. يعني زي ما سمعنا أستاذ عماد أنه الغرب أمامه خيارات عديدة، بس روسيا ما عندهاش غير خيار واحد. صحيح. اللي هو يجب أن تنتصر، حتى الراجل بيقول أنه يعني يجب على الغرب أنه يساعد روسيا على الانتصار. صحيح، لكن كما تعلم الحياة ليست أبيض وأسود أيضا، الحياة قد يكون هناك الحل الثالث وهو أنه والحل المنطقي وهو أنه الجميع كل واحد يخرج من المعركة، هذه المعركة معتقدا أنه انتصر. لكن فكرة أن يهزم طرف هزيمة كاملة هذا خطر في السياسة وخطر في العسكرية، لأنه يعني لم تحدث إلا في لما شفنا تم دحر الحرب العالمية النازية واليابان أو روسيا أو سوريا آسف إيطاليا الفاشية. لكن ربما يكون البعض بدأ يتحدث عن ما هو تعريف الانتصار وما هو تعريف الهزيمة في هذه المعركة. لو أن بوتين على سبيل المثال أقنع شعبه أنه السيطرة على إقليم الدنباس والتواصل الجغرافي ما بين روسيا والقرم والدنباس ثم الجيب الروسي اللي موجود في مولدوفا ربما يتم التعامل معه أنه انتصار، وفي هذه الحالة يقنع بوتين بهذا الأمر. وأيضا في هذه الحالة أيضا تعتقد أوكرانيا ومعها الغرب أن بوتين لم يدخل كييف، لم يسيطر عليها، لم يجعلها، لم يمنعها من الانضمام للاتحاد الأوروبي لاحقا، لم يمنع فنلندا أو السويد من الانضمام للناتو. كل ده ممكن يفسر في الغرب ان هو انتصار غربي، وبالتالي كل طرف يعرف الانتصار بطريقته او الهزيمه بطريقته، وينتهي الامر عند هذا الحد وتنعم البشريه ويعود السلام الى حد ما، رغم ان هناك راي اخر ان من كسر لن يمكن اصلاحه في القريب العاجل، و
سنبدأ حقبة أو ربما بدأنا بالفعل حقبة وهي محاولة الغرب إخراج روسيا من المعادلة العالمية وحشرها في الزاوية، وهو أمر سيتكون له تبعات خطيرة. وطبعاً يا أستاذ عماد، يعني المراقبين اللي بيتابعوا مسيرة بوتين من سنة 2000 لغاية النهاردة 22 سنة، يعني بيقولوا إن هذا الرجل لا يقبل بالهزيمة، يعني لا يقبل بالهزيمة بسهولة، وكل النزاعات اللي خاضها في العشرين سنة أو 22 سنة اللي فاتوا حقق فيها الانتصار، سواء كان انتصارات داخلية زي مثلا حربه في الشيشان وإخضاع الشيشان لروسيا، وحربه في 2008 في أوسيتيا الجنوبية أيضا اللي دلوقتي بتطالب أنها تنضم إلى روسيا، وحروب أخرى داخلية، يعني التخلص من الطغمة المالية إلى آخره. هذا الرجل يعني لا يرضى بالهزيمة. هذه النقطة تحديدا يشير إليها المراقبون بأنها قد تكون الشرارة التي تشعل حرب نووية. هذا الرجل لو شعر بأنه سيهزم ربما يعني يختار كما يقال خيار شمشون علي وعلى أعدائي، وقالها أكثر من مرة، بيقول أنه لا 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 فائدة للعالم بدون روسيا، وروسيا إذا يعني ما هزمت يعني زي ما قال دوغن برضو سنأخذ الباقين إلى المجهول. نعم، يعني أتفق مع معظم الفكرة التي أشرت إليها يا دكتور عام، لكن أيضا مرة أخرى لا يمكن المقارنة بين ما فعله بوتين في السنوات الماضية سواء لروسيا في الداخل أو الخارج. هو بالفعل رجل أعاد إحياء روسيا وإعادة مكانتها وهيبتها، وكما تعلم أنا استمعت من السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق قال حينما قابل بوتين هو والفريق أول في هذا الوقت عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وقال لهم بوتين طبقا لرواية نبيل فهمي أن الغرب لا يعامل روسيا بما تستحقه من احترام، وهو عازم على إعادة الاحترام إلى روسيا وإعادة مكانتها. وأنا أظن هذه مسألة جوهرية في التفكير بوتين والتفكير الأكثرية الروسية. لكن لا يمكن أن نقارن بين انتصارات حققها بوتين في بناء الدولة الروسية من الداخل، أو الانتصارات في القرم وفي بعض المناطق الداخلية الأخرى، أو في الحروب في 2014 مع ما يحدث الآن. ما يحدث هو ربما يعني هو أقرب إلى الحرب بالوكلاء. نحن نرى الغرب يزود أوكرانيا بكل أنواع الأسلحة صحيح مختلفة، وأظن أن النقطة الثانية حينما تدخل أسلحة أكثر خطورة على سبيل المثال، لأنه بعد أن كانت القوات الروسية على أعتاب كييف، شاهدنا الآن اليوم هناك حديث عن بدء تمكن القوات الأوكرانية من السيطرة على مدن قرب الحدود الروسية. لا أعلم مدى دقة ذلك، لكن هناك من المؤكد تحول في الموقف العسكري. كل ده يعني عند لحظة معينة حينما يشعر اللحظة الحاسمة، حينما يشعر السيد بوتين أنه في طريقه إلى أن يحشر في الزاوية، لأنه إذا هزم بوتين معنى ذلك هو ليس فقط سقوط هو نهاية السياسية، لكن أيضا سيتعامل الغرب مع روسيا باعتبارها دولة عالم ثالث، مش روسيا العظيمة الكبيرة الإمبراطورية التي تريد أن يتم الاعتراف بها كقوة عظمى كبيرة مع الولايات المتحدة والصين. وبالتالي ظني أن احنا علينا أن نتوقف الناس عن التعامل مع هذا الأمر باعتباره مجرد خناقة بين دولتين. لا، ده فيه هذا النزاع ممكن أن يتطور إلى وضع كارثي دولي يؤدي إلى أشياء لا نتصورها العالم، يعني طبعا بعد كورونا وبعد أزمة المناخ العاصفة، وبعد النهاردة الهند بتتوقف عن تصدير القمح بسبب المناخ، فتخيل أن يبقى الحرب تشتد أورها، العالم الآخر هيدفع إيه، ومن الذي سيدفع هذه فاتورة عالمية. نعم، يعني طبعا إحنا بنتكلم عن الدراما، ودي دراما إحنا عايشينها يعني وعايشها العالم بأكمله، مش عارفين شكل الدراما دي هتكون ازاي خلال الثلاث شهور اللي جاية. عموما قد يكون لنا يعني لقاءات أخرى تسعدنا دائما يا أستاذ عماد. الأستاذ عماد الدين حسين الكاتب الصحفي رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك. ولو جينا بقى عن يعني نتكلم عن دراما، سواء دراما الشاشات أو دراما العالم الحقيقي زي ما كنا بنتكلم مع الأستاذ عماد، في بينهم بين الاثنين دول عالم دراما أخرى مشتركة وهي دراما السوشيال ميديا. يعني خد بالك المسلسل، أي مسلسل
حلقة بحلقة كان بيتم تحليله بسرعة رهيبة، كل واحد قاعد من مكتبه أو من بيته أو حتى بيكتب هو راكب أوتوبيس ولا ميكروباص ولا تاكس، مفيش مشكلة حتى لو سايق أنه يقول رأيه في أي حاجة، مش بس في الدراما، في السياسة، في الاقتصاد، في الطب، في أي حاجة يعني. طبعا في حاجات قيمة ومفيدة بتتقال على السوشيال ميديا، ده حقيقي يعني، لكن للأسف في حاجات تانية معظمها زي ما بيسموها كده يعني فاتي. المشكلة من وجهة النظر أنه السوشيال ميديا إيه؟ يعني هل السوشيال ميديا دي يعني أداة ولا وسيلة ولا هدف؟ أنت عارف يعني أي حد في صلاته أيا كانت صلاته بيدعي بالستر، يعني بيدعي ربنا بالستر، وكلنا كل أملنا الستر، لكن السوشيال ميديا قدرت أنها تخصم جزء كبير من رصيد الستر بتاع كل واحد، سواء بأفعاله تصرفاته اللي بتخليه هو نفسه يعني مكشوف قدام الناس، أو من خلال انتهاك الخصوصية بشكل أو بآخر على مواقع التواصل الاجتماعي. كان زمان لما بينصحوا نصيحة يعني اللي بتتقدم للزوجين في أول أيامهم بعد الفرح، يعني خلي مشاكلكم ما تخرجش برا أوضة النوم، لكن دلوقتي بعض المشاكل الزوجية بقت يعني بتتشاف أكتر من إعلانات رمضان. نهيك بقى عن المساحات اللي بنقضيها كلنا، ولا أسسني أحدا، على السوشيال ميديا فيما يفيد وفيما لا يفيد. خد عندك مثلا موضوع أبو الهول اللي فجأة بعد ما كان حارس أمين ولا ينام على الحضارة المصرية، يعني حارس عليها، بقى مقايل شوية، عينه راحت في النوم. كان ممكن الموضوع يتاخد من باب السخرية أو الكوميكس اللطيف اللي قعد له ساعة أو اتنين وضحكنا مع اللي عمل يعني الجرافيكس ده وانتهى الأمر، لكن تخيلوا أن في تحليلات على السوشيال ميديا، وأحيانا يعني كوميديا مش ظريفة، وحاجات تخليك فعلا تسأل نفسك هو في إيه؟ هو إحنا رايحين فين؟ أو على فين؟ ده السؤال اللي أنا عايز أطرحه على الصديق العزيز خبير الإعلام الجديد دكتور فتحي شمس الدين. دكتور فتحي مساء الخير أولا. مساء الخير على حضرتك دكتور عمرو، وأهلا بحضرتك وكل مشاهدين قناة تين المتميزة. الله يخليك. مش عارف إذا كنت حضرتك سمعت سؤالي ولا لا، إحنا رايحين على فين في كل هذه الترندات؟ يعني هو طبعا هو سؤال من الصعب الإجابة عليه بصورة دقيقة، لأن زي ما حضرتك يعني ذكرت في مقدمتك المتميزة كالعادة، إن شبكات التواصل الاجتماعي يعني هي أصبحت جزء أساسي من أسلوب حياة المستخدمين بشكل عام، وهي بتستخدم لجوانب إيجابية ما نقدرش ننكر، وبتستخدم لجوانب سلبية، وإن كان إن الجوانب السلبية أكتر بكتير من الاستخدامات الإيجابية ليها. وطبعا إحنا مش عايزين ننسى إن في غضون سنوات قليلة جدا إحنا شبكات التواصل الاجتماعي دي هتختفي بشكل نهائي، وهيظهر الخطر الأكبر اللي هو خطر الميتافيرس والعالم الافتراضي اللي بيبقى فيه حالة من الانغماس الكاملة، اللي هيغير بصورة كبيرة جدا من أسلوب حياة ملايين البشر أو مليارات البشر يعني في كل أنحاء العالم. ويمكن كنا إحنا اتكلمنا عن الموضوع ده أنا وسيادتك في إحدى الحلقات. صحيح. اسمح لي بقى يعني أنا حابب أدخل في المثال اللي حضرتك ضربته. أنت حضرتك اتكلمت عن مثال الترند اللي طالع ولازال مستمر على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هو الخاص بأبو الهول مفتح ولا أبو الهول مغمض. ناس كتير اتكلمت على أن الهاشتاج ده هاشتاج سلبي، أن هو بيزيف الوعي، أن هو خلى الناس تتجه نحو أن هي تروح تزور منطقة الأهرامات، وإزاي أن ده يحصل وأن ده يتم توجيهه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. لو إحنا خدنا المثال ده كموديل نقدر أن إحنا ندرسه أو أن إحنا نقيس عليه، هنجد أن إحنا هنكتشف حاجتين. الحاجة الأولانية أن شبكات التواصل الاجتماعي لها قوة كبيرة على الحشد إذا تم استغلالها بالشكل الملائم. لو أنت سمعني يا دكتور فتحي الصوت مش واصل. شبكات التواصل الاجتماعي نقدر من خلالها إن لو تم توظيفها بالشكل الأمثل نقدر إن إحنا نستخدمها في الترويج السياحي والترويج لعدد كبير من المنجزات والأفكار، وتبقى أداة للاستخدام بصورة كبيرة على
المستوى اللي هو الخاص بخدمة السياحة بشكل عام. فمثال أبو الهول تحديدا أنا شايفه إن هو كان قدر إن ترند يعيد المشهد شبكات التواصل الاجتماعي بقوة إلى الساحة وتأثيرها مرة أخرى، وقدر إن هو يضرب لنا مثال عن إن إزاي نقدر إن إحنا نستخدم هذه الوسيلة لخدمة أغراض أخرى زي خدمة ودعم السياحة في مصر. طيب جميل جدا، اتفضل اتفضل. أنا كنت عايز يعني أستكمل حديثي وأقول لحضرتك إن لو إحنا بصينا النهارده وإمبارح عن حجم الإقبال الكبير جدا اللي موجود في منطقة الأهرامات واللي زيارات من الأجانب ومن العرب ومن المصريين عشان خاطر إن هم يشوفوا قد إيه، يعني يشوفوا الفكرة دي كانت حقيقة ولا مش حقيقة، نقدر إن إحنا نعرف إن الأداة دي ممكن إن هي تكون أداة عظيمة جدا. واسمح لي أضرب مثال، يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن في نمط سياحي على مستوى العالم اسمه سياحة الرعب وسياحة الألغاز. هضرب مثال واحد بس يأكد لحضرتك إن إحنا نقدر لو استغلينا شبكات التواصل الاجتماعي والتسويق خارج الصندوق والتسويق من خلال الأفكار الجديدة، نقدر نعمل طفرة اقتصادية سياحية على مستوى الآثار المصرية العظيمة اللي مفيش تاريخ، يعني مفيش مثيل ليها في العالم، بس باستخدام وسائل بسيطة جدا. عند حضرتك في رومانيا في قلعة اسمها قلعة الكونت دراكولا. قلعة الكونت دراكولا دي قايمة على فكرة واحدة بس، وهي فكرة مصاص الدماء دراكولا المشهور. أنا عايز أقول لحضرتك إن القلعة دي بتدخل ملايين الدولارات لرومانيا سنويا قياما واستنادا على فكرة واحدة، وهي فكرة كونت دراكولا ومصاص الدماء. تخيل حضرتك إحنا عندنا في الحضارة المصرية القديمة كام أسطورة وكام فكرة وكام لغز لم يتم صحيح. حله حتى هذه اللحظة، لماذا لا يتم استغلال هذا الأمر؟ لماذا لا ليه دايما لما يحصل ترند على شبكات التواصل الاجتماعي نطلع ونشجب ونشتم في الناس اللي طلعت هذا الترند، على الرغم من انه من الممكن ان هو يكون محقق آثار إيجابية. وفي مثال مشهور جدا لما إيلون ماسك أشهر رجل أعمال في العالم تكلم عن الأهرامات المصرية، انبرى كل الاثريين المصريين بلا استثناء ان هم يطلعوا يشتموا الراجل ويبرروا الكلام اللي هو قاله، في حين ان احنا كان ممكن نستغل الترند ده ونوظفه لصالحنا عشان خاطر ان احنا نعمل انتعاشه للاقتصاد ونعمل انتعاشه لحركه السياحه اللي هتاثر على الاقتصاد المصري في ظل الظروف اللي موجوده في الوقت الحالي. صحيح، وبمناسبه حتى يعني القلعه بتاعت دراكولا، في ايضا بحيره في ايرلندا يمكن أنا زرتها، الناس بتروح بتزورها علشان برضو في أسطورة إنه في وحش كبير بيطلع كده بالليل وحاجات زي كده برضو، ولقينا بقى يعني آلاف السياح رايحين على هذه البحيرة في إدنبرا أو قريب من إدنبرا في اسكتلندا، مش في أيرلندا، في اسكتلندا. طيب يمكن من ضمن الحاجات اللي النهاردة ترندات اللي على السوشيال ميديا، كان في ترند لفتاة بتبيع مستحضرات تجميل مضروبة في وكالة البلح، وبتعرض برضو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. النهاردة اتقبض عليها طبعا بسبب انها باعت هذه المستحضرات، يعني مستحضرات تجميل غير معلومة المصدر، ويمكن تكون يعني مضرة أو مسرطنة. إقبال الناس على الشراء من هذه الفتاة، يعني اللي استغلت السوشيال ميديا ده، برضو بيودينا في سكة أو في زاوية الاستغلال السيء لموضوع السوشيال ميديا. دكتور فتحي، بص يا دكتور عمرو، انت حضرتك طبعا اعلم مننا جميعا بالمقولة اللي انا هقول لحضرتك عليها. في مقولة مشهورة جدا في الاعلام بتقول ايه، دي من اساسيات يعني علم الاعلام، يقول لك ليس الخبر ان يعض الكلب رجل، ايوه ولكن ده صحيح، الخبر ان يعض الرجل كلب. صحيح، دايما جمهور الاعلام بشكل عام وخاصه جمهور شبكات التواصل الاجتماعي بيبحث عن الجديد والغريب. القمر اللي هي البنت اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، هي طلعت كانت بتجيب يعني اغلى انواع المستحضرات التجميل، وكنا بنفاجئ ان هي بتتباع ب 30 جنيه و15 جنيه وباسعار يعني ما تجيش 1% من الثمن الاصلي لهذه المنتجات. صحيح، فهي مثلت حاله من حالات الغرابه
والاستعجاب لدى جمهور شبكات التواصل الاجتماعي، ومن هنا زاد الاستخدام او زاد عدد مشاهداته. وعلى فكره انا عايز اقول لحضرتك هي بقت بابليك فيجر، يعني انا مش من انا بتوقع من خلال برنامج حضرتك ان هي بعد ما تنتهي المحاكمه بتاعتها هنجدها ان هي بتظهر في عدد من الاعلانات سواء على شبكات التواصل الاجتماعي او على وسائل الاعلام التقليديه، عشان بتعلن عن عدد من مستحضرات التجميل، لان هي اكتسبت قاعده شعبيه عريضه. طيب احنا يعني نقدر نقول ايه من الكلام ده؟ ان شبكات التواصل الاجتماعي هي اداه من الممكن ان هي تستخدم بصوره ايجابيه، وايضا من الممكن ان هي تستخدم بصوره سلبيه. طيب السلبيات ان هي ممكن تزيف الوعي الجمعي، من الممكن ان هي تنشر الشائعات، من الممكن ان هي توجه الرأي العام نحو قضايا سلبية وقضايا فرعية، ولكن برضو ما ينفعش ان احنا نغفل ان هي ليها جوانب إيجابية. واسمح لي ان انا ارجع مرة تانية للموضوع الخاص بأبو الهول. انت حضرتك ترند اللي حصل امبارح ده، لو حضرتك بصيت لحجم الإقبال النهاردة وامبارح، هو إقبال تاريخي على المنطقة الأثرية. هل ده له علاقة دكتور فتحي بالموضوع او بالترند اللي هو خاص بأبو الهول؟ طبعا انت حضرتك لو بصيت عملت اناليسز، وانا يعني كنت اشتغلت في اناليسز امبارح على الموضوع ده تحديدا، انت حضرتك مشاهدات الفيديوهات اللي نزلت تتحدث عن هذا الامر هي يعني مشاهدات مليونيه. حجم الانتشار وحجم الريتش وحجم التفاعل اللايك والخاص بالمنشورات المتعلقه بابو الهول على المستوى، مش على المستوى المصري فقط، ده على المستوى المصري والمستوى العربي والمستوى العالمي، كانت يعني حجم تفاعل كبير جدا، وده انعكس بصورة كبيرة على حجم الزيارات النهاردة. وده ياخدنا النقطة في غاية الأهمية، احنا عندنا كنز اسمه الحضارة المصرية القديمة. الكنز ده يجب أن تستغله القنوات الفضائية، ويجب أن يستغله الإعلام المصري، عشان خاطر ان هو يكون مصدر جذب يعني مصدر دخل للاقتصاد المصري. صحيح. لك أن تتخيل يا دكتور عمرو أنه لا يوجد برنامج واحد في الخريطة البرامجية منذ أن ظهر التلفزيون المصري حتى وقتنا الحالي بيتناول الحضارة المصرية القديمة. لو أنت حضرتك جيت سألت أي شخص أو أي شاب ماذا تعرف عن الحضارة المصرية القديمة، للأسف الإجابة هتكون بلا شيء. أنا عارف أن احنا عندنا الأهرامات، وعارف أن احنا عندنا أبو الهول، فلعل ما حدث من الممكن أنه يكون رسالة وباب أمام المسؤولين يهتموا بالحضارة المصرية القديمة، ونرى برامج إعلامية متميزة سواء على الديجيتال أو على التلفزيون تتناول عظمة الحضارة المصرية القديمة. وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك يا دكتور فتحي. شكرا جزيلا دكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإعلام الجديد، شكرا لحضرتك. طيب هل الموضوع كان واقف عند حدود بعض الكوميكسات اللي اتقلبت من الهزل للجد او من الهزل للعك؟ اول امبارح بعد مباراه تشيلسي وليفربول في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي واللي فاز فيها طبعا ليفربول بضربات الترجيح، شفنا لقطه مليانه بالانسانيه، مليانه بالجمال، مليانه بالحب، لما نجمنا الكبير محمد صلاح ولعيبة ليفربول كانوا بيحتفلوا بالكاس بحضور لاعب الأهلي السابق ربنا يشفيه مؤمن زكريا. المشهد اللي رسم البسمة على وجه مؤمن في عز أزمته الصحية واللي حركت مشاعر ملايين الناس في مصر وفي العالم، هذه اللقطة بالذات خلت دار الإفتاء المصرية تنشر صورة زي ما حضرتكم ممكن شايفين دلوقتي على الشاشة، صورة محمد صلاح مع مؤمن زكريا، وتكتب عليها بالنص الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية، أخلاق وجبر الخواطر، والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة بل هي منهج حياة. المشهد نفسه وبخصوص التدين والتدين الحقيقي والتدين الظاهري تحديدا هيخليك تحط قدامه مشهد آخر لأحد المتنطعين اللي بيحاول بكل غريب وبكل شيء شاذ إنه زي ما بيقولوا يركب الترند. كنا لسه بنتكلم من شوية عن الزميلة الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة اللي العالم كله تعاطف وتضامن مع المشهد المؤلم اللي نقلته بعض اللقطات في قنوات عديدة في كل أنحاء العالم. يطلع هذا الشخص يغرد، مش حتى يغرد، يتكلم
ينعق مش يغرد بصوت نشاز ويلوم الناس اللي بتترحم على شيرين أبو عقل. يعني مشهدين يعني كنا محتاجين نعرف علماء النفس بيقروا هذا هذين المشهدين ازاي. ده السؤال اللي انا عايز اوجهه للدكتور محمد حمودة استشاري الطب النفسي معايا على التليفون. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. مساء النور, اهلا بحضرتك دكتور عمرو. دكتور محمد, يمكن ما بين المشهدين مشهد محمد صلاح واحتفائه بمؤمن زكريا ومشهد هذا الشخص اللي بيطلع كل شوية وبينعق وغيره, يعني ليس فقط هذا الشخص, أنا مش عايز أقول اسمه, شايف ده من وجهة النظر الطب النفسي إزاي؟ طيب هو زي ما حضرتك قلت كده, في ناس بيبقى عندها هوس الترند, هم عايزين يركبوا الترند أو يركبوا الموجة وعايزين يطلعوا ويتشهروا, فلما الناس كلها تبقى رايحة بجهة هو يمشي في الجهة الأخرى على طريقة خالف تعرف. فده جزء من إدمان الترند وهوس الترند, والناس دول غالبا بيبقى عندهم اضطراب الشخصية السيكوباتية أو اضطراب الشخصية الهستيرية. فالشخصية الهستيرية هي شخصية بتحب الظهور بغض النظر عن المضمون اللي هي هتظهر بيه, هي عايزة تظهر وخلاص, فينشر أي حاجة عشان يظهر, أو ده ممكن يستغل الآخرين ويستغل ألام الآخرين ومعاناة الآخرين عشان يركب الترند, وهنا هو تحول لشخصية سيكوباتية. شخصية سيكوباتية ما يهمهاش غير مصلحتها الشخصية وما يهمهاش غير أنها تحقق المنفعة الخاصة بيها بغض النظر عن ده هيأذي الآخرين ولا لا. فده المشهد من ناحية الشخص السيكوباتي الهستيري اللي بيحاول الظهور. على الناحية التانية بقى, فعلا الإنسانيات ما بتقص خالص بالترند, فحضرتك هتجد انه في موقف محمد صلاح هي صورة واحدة اللي اتحطت, محمد صلاح حطها وما كانش الهدف خالص بيها انه ياخد ترند او حاجة, ولكن هو كان هدفه انه يسعد مؤمن زكريا. لانه محمد صلاح مش محتاج ترند, مش محتاج ترند بالضبط كده, وعشان كده هو مكل جدا في نشر اي حاجة ليه, مكل جدا في نشر فيديوهات او نشر صور ليه او اي تفاعل على السوشيال ميديا بشكل عام. هو عنده حاجات اهم بيعملها وبيؤديها, فما بيلتفتش للحاجات التافهة زي الترند, ولكن الآخر بقى على النقيض هو ملتفت للترند أكتر, ملتفت للظهور أكتر من أي حاجة. المشكلة أن الظهور الكتير ده بيشغل مركز المكافأة في المخ, يعني الناس لما تخش تعلق بيبدأ الريورد سنتر في المخ يشتغل ويطلع دوبامين, فالشخص يبقى مدمن الحكاية دي, مدمن اللايك ومدمن الشير اللي بيحصل للبوست بتاعه, فهو يبقى عايز طول الوقت يعمل ده لدرجة انه يعمل اي حاجة عشان الناس تشير والناس تعلق, ان شاء الله حتى يشتموه, هو عايز الناس تعلق باي طريقة. فزي بالضبط مدمن المخدرات كده, لما بيبقى في حالة كريفينج بيعمل اي حاجة عشان ياخد المخدر اللي هو عايزه, هنا نفس الحكاية, هو ممكن يعمل اي حاجة عشان يوصل للهدف بتاعه اللي هو عايزه, لانه الريورد سنتر عايز يشتغل, عايز الدوبامين يعلى. مفهوم. طيب يعني هذه الشخصية خلينا نقول سيكوباتية مريضة, يعني التعامل معها بيكون ازاي؟ طيب هو التعامل معها لا يكون بالقانون, لا يكون التعامل بالتجاهل, لانه كل ما نتجاهل الشخصيات دي كل ما تندثر, كل ما نعلق او حتى نشتم كل ما بنعمل لها قيمة, كل ما بنخليها تظهر اكتر. فزي ما قلنا كده الشخصيات السيكوباتية الهستيرية دي هي عايزة تظهر طول الوقت حتى لو الناس تشتمها, فاحنا لو تجاهلناه خالص بعد شوية هيبطل يعمل ده وهيبدأ يخف حتى من إدمان الترند وهوس الترند اللي هو عايزه طول الوقت. لكن دخلنا في الموضوع ودخلنا في جدال معاه ودخلنا في ان احنا نعلق عليه ونتكلم عليه بأي شكل من الأشكال اللي بيخليه يستمر. مفهوم. أنا بشكرك, شكرا جزيلا دكتور محمد حمودة استشاري الطب النفسي, شكرا لحضرتك. طيب يعني بعيدا عن دراما المسلسلات ودراما الواقع, السوشيال ميديا كانت بتلتقط بعض المشاهد المليئة بالجمال زي صور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سمو الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي. يعني هذه الصورة يمكن بتختصر وبتؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية, العلاقات التي لا توصف
بالكلام لكنها واضحة في الأفعال، وهذه الأفعال التي تتكرر في مناسبات مختلفة ومواقف مفصلية. طبعا بهذه المناسبة مرة أخرى نعزي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والعالم العربي كله في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، القائد الذي كان محبا كأبيه، كان محبا حقيقيا لمصر وصديقا مخلصا لها في كل الظروف، كما قال أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة أنه الإمارات تقف مع مصر في كافة الظروف. أيضا ننتهز الفرصة ونهنئ سمو الشيخ محمد بن زايد على توليه مقاليد الحكم، نتمنى له وللإمارات شعبا وحكومة مواصلة مسيرة التطور والازدهار. معايا الأستاذ أحمد إبراهيم الكاتب الإماراتي معايا من دبي. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور أستاذي، تحياتي لك من الإمارات. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يمكن ونحن نبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الإمارات، مرحلة عنوانها تولي سمو الشيخ محمد بن زايد مقاليد الحكم. ما هي التحديات التي تقف الآن أمام الشيخ محمد بن زايد؟ أولا أستاذ الفاضل، أنت سهلت علي المحتوى من العنوان عندما ركزت على نقطة العمق العلاقات الطرفين بدءا من حياة زايد واستمرارا بزايد، لأن محمد بن زايد رغم التسلسل الرقمي هو الرئيس الثالث، لكن هو زايد هو خليفة، فليبقى هذا العنوان هو المحتوى والمحتوى هو العنوان. هذا أولا. ثانيا، التحديات تأتي عندما تكون منافسات كثيرة على خط الواحد، يعني افتراضا لو أنت دخلت في أي بلد في حزب حاكم وحزب معارض وتخشى من هذا وتميل لذاك أو تخطأ حتى بالعنوان والمحتوى وتقول اسم بالخطأ، اسم يعني أخطأت في العنوان ورطت نفسك. هنا عندك إذا قلنا محمد بن زايد فبالتالي هو زايد بن سلطان، هو خليفة وإخوانه الحكام الإمارات السبع، إذن محمد بن زايد لا يواجه أي تحديات. والدليل أنا قصدي في التحديات، قصدي في التحديات يعني المنطقة مليئة بالقلاقل، العالم الآن على صفيح ساخن، لذلك لم أقصد التحديات الداخلية ولكن أقصد التحديات الخارجية. نحن الآن أمام مرحلة مفصلية في العالم كله، الصراع بين روسيا والغرب ليس يعني آخر هذه التحديات. تكرمت يعني سهلت علي أكثر. التحديات الخارجية تتلاشى عندما تبقى الاتحاد الداخلي قوي، زين، هذا ما أردت أن أقول. نعم. أن الإمارات بالقوة الداخلية عبر التاريخ من يوم إلى يوم، بالجيل من جيل إلى جيل، إلى ما هو أفضل فأفضل. الآن وجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأراضي الإماراتية، أنا أسترجع من أرشيف الذاكرة يوما ما العالم العربي قرر بالإجماع أن يقاطع القاهرة. فقاطعنا القاهرة ولم تعد لنا القاهرة إلى أن عدنا للقاهرة. ويوم الأمة العربية قررت العودة للقاهرة، زايد بن سلطان في يوم كان خارج الإمارات في سفر، ومن سفر وقرر أن يكون أول دولة عربية تفتح الأبواب والملفات مع القاهرة هي الإمارات. صحيح. فهذا التسلسل الهرمي التاريخي يدل على قوة الإمارات بقوة مصر والعكس صحيح. هذا أولا. ثانيا، التحديات القادمة من الخارج نحن لها بقوة العقل الإماراتي العسكري والقيادي واللوجستي والثقافي والتقني. اليوم التقنيات العليا في العالم يعني تتسابق، والإنجاز يأتي على الأراضي الإماراتية. أنا سمعت وعلى مسؤوليتي تصريحات لرئيس الأمريكي ترامب في انتخابات الثانية، صرح علنا يبدو لنا المطارات الأمريكية اليوم وكأنها مطارات أفريقية
ومطارات دبي تبدو لنا كأنها هي مطارات أمريكية. تقنيات العالمية التي تنفذ لتقول أعلى برج في العالم قد يكون تقنية أوروبية آسيوية أمريكية، لكن تنفيذها في الأراضي الإماراتية. فبالتالي نحن لا نرى أي تحديات، لأن الأيادي متكاتفة، وأينما صار خلل في تاريخ العرب في الجزيرة العربية مصرنا الحبيبة كانت إلى جوارنا، أينما كانت يعني أي هزة لم تتخلى عنها مصر. ولذلك أقول دائما في صورة شيخ زايد: أحببتنا فأحببناك. وعندما تمشي في القاهرة في لبس الإماراتي تجد نفسك في أحضان الأمة العربية، يعني مليون، مئة مليون، مئذن مئة مليون عربي مصري ينظر الإمارات بنظرة معينة. هذه النظرة زرعت في أيادي زايد، فهو زايد، فهو خليفة، فهو محمد بن زايد. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الإماراتي الأستاذ أحمد إبراهيم، ومرة أخرى تمنياتنا لشعب الشقيقة الإمارات ولسمو الشيخ محمد بن زايد كل التوفيق والتقدم الدائم بإذن الله. هنروح فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم عن ميلاد الفنان الكبير، ذكرى ميلاد الفنان الكبير عادل إمام بكرة 17 مايو. هنتكلم في رأي عام زمان عن هذا النجم، مش بس عن كونه واحد من أهم الفنانين في تاريخ مصر، لكن كمان عن مواقفه التي لا تنسى في مواجهة التطرف. بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد توفيق. انت بقيت نجم عالمي خالص واحنا مش واخدين بالنا. هو لاني كمان واخد بالي. جراءات سوقي الاول تك منك، جبت حلتين وبابور جاهز عايز تتجوز معايا بيهم. انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلة تعدي على خير. تعالوا بقى ورايا، انت اللي جبتوا رقمكم. ضحكت عليا 7 سنين. كده انا متجوزه الواحد منهم يروح المدرسة. انا الزعيم. نور مكانه في القلوب، احلى الخلود شمس الغروب. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام وفقرة رأي عام زمان. في تاريخ الفن دايما عندنا ظواهر، سواء في أعمال أو في شخصيات، لكن الشخصيات اللي نقدر نقول عليها أنها ظاهرة، شخصيات يعني عددها قليلة جدا في مشوار الفن كله. وطبعا لو عديت أسماء أو ظواهر على صوابع اليد الواحدة أكيد هيكون من بينهم عادل إمام. عادل إمام الشخصية الاستثنائية المتوهجة، ورغم أنه من صناع البهجة العظام، لكن في نفس الوقت مواقفه في مواجهة التطرف والإرهاب لا تنسى. بمناسبة عيد ميلاده 17 مايو بكرة، هنتكلم في هذه الفقرة، فقرة رأي عام زمان، عن الزعيم. هنتكلم مع الكاتب الصحفي الصديق الأستاذ محمد توفيق. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عادل إمام بقاله كم سنة دلوقتي متربع على القمة؟ 50 سنة. ايه سر انه يعني انا دايما لما بيجي مسألة التربع على القمة شايف انه عادل امام في التمثيل في وعمرو دياب 30 سنة في الغنى. مش كده؟ طبعا. بس عادل امام اصعب. اولا لانه 50 سنة. ايوه طبعا. نصف القرن. طبعا. الحاجة التانية انه بيطلع كمية اجيال من هو
يعني مع مدرسه المشاغبين بينافس الجيل اللي قبله اللي هو بقى فيه عظام كتار، فريد شوقي وفتن حمامه وسعد حسني ومحمود ياسين وهكذا، وبيقدر في مرحله مراحل يعمل يعني شباك الايرادات الاكبر والاضخم في تاريخ مصر، بيطلع له طبعا في جيل اللي هو الجيل بتاعه بقى محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني وطبعا كلهم اساتذه عظام واحمد زكي، فكره ان نور الشريف طبعا ده جيل جبار اصلا عشان تنافسه لوحده. طب ثم بعد كده بيطلع لك اجيال صغيره تنافسك سنه 97 مع موجه اسماعيليه رايح جاي واللي حصل ما بعدها، تقدر طول الوقت تبقى على القمه، تقدر طول الوقت تبقى عادل امام. دي مساله انا رايي يعني محتاجه حاجات كتير. رقم واحد فيها مش بس الموهبه الجباره اللي ربنا اداها للاستاذ عادل امام، لكن الموهبه الجباره في اداره الموهبه الجباره. يعني الحقيقه ادارته الموهبه تدرس. يعني انا رايي ان هو فعلا في مساله اداره الموهبه، الذكاء الشديد في اداره موهبته دي مساله سابقه زمانها ومحدش قدر يعملها قبله، لانه طول الوقت الفنان لما يقعد 50 سنه اكيد بيجي في مرحله بيعمل الدور الثاني والثالث، وده حصل مع اساتذه كبار فريد شوقي وفؤاد المهندس وهكذا، وكلهم محمود ياسين كله تراجع واضطر يعمل دور ثاني. انما عادل امام لغايه سنتين فاتوا كان بيعمل بطوله مسلسل. وبالمناسبه ورمضان الجاي لو عمل مسلسل هيكسر الدنيا برضو وعادل امام، خاصه انه هو الفنان العربي الاكبر مش الفنان المصري. يعني هو عادل امام بطاقه تعريفيه في الوطن العربي كله، ويمكن ده يمكن في صوره سنه 84 فكره المعايير اللي صنعها عادل امام. هنا اللي كاتب مقال ده الاستاذه حسن الشيخ طبعا الكاتبه الكبيره، النجم الذي قلب المعايير، هي بتتكلم في المقال عن تفصيله لطيفه جدا انه المعايير الطبيعيه انه بتشوف سيناريو جيد، بتشوف اخراج جيد، بتشوف تفاصيل جيده في الفيلم، تشوف فريق عمل جيد. قالت لك هو عادل امام الحقيقه ممكن يعمل كل ده من غير كل العناصر دي. يعني وجوده لوحده يقدر يصنع الفرق. وهي كانت بتدي مثال هنا بفيلم احترس من الخط، ان هو فيلم بسيط خالص بس ازاي بفيلم بسيط جدا ما فيهوش امكانيات عظيمه مكسر الدنيا. بالمناسبه ده سنه 84، سنه 84 استاذ عادل امام عمل 7 افلام في سنه واحده. في سنه واحده. وخد بالك بقى كمان انه سنه 83 السنه اللي قبلها عمل 7 افلام تانيين. يعني في سنتين 14 فيلم. في سنتين 14 فيلم. طبعا احنا ممكن نقول في ال 14 سنه اللي فاتوا مفيش نجم عمل 14 فيلم. يعني 14 سنه مفيش نجم عمل 14 فيلم. بينما هو سنتين عمل. صناعه السينما كانت اسهل شويه. كانت مزدهره اكتر. بس بصراحه كان النجوم اجرى. يعني ما كانش بيخاف انه ينزل بفيلم واثنين وثلاثه عشان ما يتقالش انه مش رقم واحد. يعني 7 افلام في سنه يعني وكلهم كانوا مكسرين الدنيا. يعني انا كل شهر ونص فيلم يعني، واحيانا كان في فيلمين في السينما في وقت واحد وثلاثه. يعني هو مثلا كان عامل في السنه دي حتى لا يطير الدخان واحده بواحده. لا حتى لا يطير الدخان من الافلام الافلام العظيمه. طبعا. واحده بواحده واثنين على الطريق. اثنين على الطريق كمان كويس. وعامل احترس من الخط ده. وعامل مين فينا الحرامي. يعني عامل مجموع افلام، عامل افوكاتو دي ده ليه معركه كبيره. فقصدي عامل 7 افلام السبع احنا فاكرينهم وعارفين تفاصيلهم مش مجرد افلام وخلاص. دي المعادله الثانيه في نجاح عادل امام، ان هو متجاوز فكره ان هو طبعا لما راح اليمن استقبلوه افضل ما بيستقبلوا الرئيس اليمني، فهو الرئيس اليمني حتى سخر من الفكره دي. قال له ايه انت عندك شعبين اكتر مني، ايه اللي انت عملته في اليمن ده بالظبط. واستقبال خرافي في اليمن، وفكره انه الناس مش مصدقه ان هي بتقابل عادل امام. وده دوره كسفير للنواه الحسنه، فده برضه من المناطق اللي عادل امام حط بيها الفنان في منطقه مختلفه. ويمكن عندنا الصوره اللي بعدها دي برضه منطقه مختلفه، ان السجون الايطاليه طلبت افلام عادل امام واسماعيل ياسين ومحمود عبد العزيز عشان يعرضوها للمساجين العرب، لان هم باعتبار ده الاكثر شعبيه، وطلبوا عادل امام رقم واحد حتى قبل اسماعيل ياسين عشان فكره انه الناس تبقى مبسوطه يعني جوه السجن، ما تبقاش الحياه صعبه جوه وبره يعني. جميل جدا. طيب يعني يمكن عادل امام، يمكن انت يعني عرضت دلوقتي زيارته لليمن واستقباله، ويعني خلينا نقول دوره السياسي ممكن نقدر الدبلوماسي والوطني في التسعينات. طبعا عادل امام كانت عليه هجمه شرسه من الجماعات الارهابيه، من الجماعات المتطرفه. نفكر الناس يعني باسباب هذه الهجمه. احنا كان عندنا هجمه بشعه
اولا كانت الهجمه دي ليها حاجات كتير لدرجه ان هو كان مجله السينما والناس عادل امام يواجه الارهاب يعني كانت الفكره متجسده فيه بشكل واقعي. اولا هو في 94 عمل فيلم الارهابي فيلم الارهابي كفيل جدا انه يخليه على راس قائمه الناس اللي كانت مطلوبه الفنانين مطلوبه والمفكرين المطلوبه ان الارهابيين يغتالوه. الحاجه الثانيه ان السنه اللي بعدها عمل طيور الظلام 95 والفيلمين دول يعني يكفوا عادل امام في مواجهه الارهاب اصلا. وعادل امام في المنطقه دي تجاوز فكره انه الفنان بيمثل بس وكان بقى المناقشه اللي بتتناقش فيها لحد دلوقتي هو رساله ولا ولا المتعه وهكذا. وهنا كمان عمل حاجه الاجرأ انه قاعد مع طبعا المفكر الكبير فرج فوده دكتور فرج فوده ده قبل عده ايام من اغتياله قبل عده ايام من اغتياله. والشخص اللي ظهر في الصوره ده استاذ حمدي سرور ده كان الرقيب. فكانت الفكره انه عادل امام بيواجه بكل الطرق بيتصور مع فرج فوده وبيدعمه في معركته ضد التطرف. الناحيه الثانيه بيعمل افلام في وجه التطرف. الحاجه الثالثه انه مش بس بيعمل الاثنين دول لا ده هو بيواجه التطرف في كل مكان. ده هو راح يعرض في الجزائر يمكن اظن الصوره اللي بعدها ودي برضو من عادل امام في وجه الارهاب لانه خلاص هو في المنطقه دي بقى الارهابيين اولا يعني بيحاولوا يرصدوه بكل الطرق. المساله بقت فيها طار شخصي انه بيسخر منهم في كل افلام قصد في طيور الظلام يوري جزء تحديدا ليه خاص بالاخوان تحديدا ويبروز تفاصيلهم والجزء اللي يعني اللي ما كانش حتى الناس ملتفتين له ساعتها احنا التفتنا له في عامل حكم بتاعهم في طيور الظلام. هم طبعا ساعتها رفعوا عليه قضيه وراحت هيئه المحكمه تفرج في السينما. الشيخ يوسف البدري رفع عليه ساعتها بالظبط وراح هيئه المحكمه تتفرج محكمه الاستئناف عشان تتفرج على الفيلم وتشوف ينفع يتعرض ولا لا يعني تنظر الدعوه. ودي برضو من الحاجات القليله جدا ان هيئه المحكمه بتنتقل للسينما عشان تحكم على فيلم انه ينفع يستمر عرضه ولا لا. هنا وهو فكره الفنان العربي بقى هو رايح يواجه الارهاب في الجزائر وهنا في العشريه السوداء العشريه السوداء طبعا ففكره انه يروح عشريه الدم صحيح عشان يروح الجزائر في التوقيت ده ويقرر يعرض مسرحيه الزعيم هناك ده يقول انه زعيم بجد برضه يعني الفكره هنا الجرأه الشديده في مواجهه الارهاب في كل المناطق بالاضافه لمواجهته التاريخيه ليه في اسيوط طبعا وده اللي احنا بنقول يمكن دي كانت بعد الزياره اللي عملها في 88 لاسيوط وساعتها اسيوط كانت معقل للجماعات الاسلاميه صحيح الجماعه الاسلاميه تحديدا والناس كتير شافوا انه مغامره انه عادل امام يروح يعرض المسرحيه هناك مغامره كانت صعبه بالمناسبه كل وقت كان بيتعرض لمزادات رخيصه بانه عادي رايح ومتامن كويس يعني انا عندي رد الحقيقه ممكن يكون يعني سخيف شويه ما هو في النهايه قبلها بسبع سنين تم اغتيال الرئيس السادات واكيد ما كانش متامن عادل امام افضل من الرئيس صحيح نفسه يعني صحيح. وبالتالي فهو لما راح اسيوط في المساله دي كانت مغامره مرعبه اولا رايح للمعقل الارهابيين في التوقيت ده ان هم موجودين في اسيوط وانت عارف ان هم موجودين في اسيوط القصه بدات من مقال للاستاذ الكبير احمد بهاء الدين في الاهرام في الصفحه الاخيره بيقول فيه ان في مسرحيه اتمنع عرضها في اسيوط لمجموعه من الشباب موهوبين فساعتها الاستاذ عادل امام قرا المقال وقرر يروح الناس في الاول افتكرتها مناوره يعني لجذب الاضواء ثم ابتدى فعلا ياخد تحركات فابتدى مدير امن اسيوط وطبعا الداخليه كلها ترتب لزياره زياره تاريخيه اسيوط كلها طلعت قبل عادل امام يعني مساله ما فيش حد في اسيوط كان موجود سنه 88 ما يفتكرش اليوم ده هو عرض الواد سيد الشغال الواد سيد الشغال بالظبط كده والفريق اللي معاه في المسرحيه خاف يروح المساله ممكن يموت ما فيش تامين يقدر يحميك بالقدر ان انت رايح بيه بالكم ده خاصه انت بتعرض مسرحيه يعني جمهور قاعد قدامك انت مش بتعرض سينما انت بتعرض وجمهور قدامك فواحد بس من الجمهور يكون مندس كفيل بان يبوظ المساله كلها فعرض المسرحيه والاستقبال كان جبار وحتى يمكن مدير امن اسيوط صرح ساعتها لم يتم التحفظ على احد اثناء رحله عادل امام يعني كمان مش معناها ان احنا خبينا الارهابيين لحد ما يجي ويمشي لا هو ما تقدرش كنت تعمل ده بالشكل الحازم ده والا كنت قبضت عليهم وخلصت منهم من الاول مش محتاج ان عادل امام يروح يعني ثم بعدها هنشوف الصوره اللي بعدها
ده مقال كتبه الأستاذ موسى صبري. يعني أولا هو كل الكتاب الكبار احتفوا بيه وكتبوا عن فكرة أهمية زيارة عادل إمام لأسيوط، وموسى صبري كتب في الصفحة الأولى من الأخبار أهمية الزيارة دي، وأستاذ أمال بكير كتبت في نفس التوقيت ده فكرة أهمية إنك تروح إن الفنان يعمل دور مختلف. الدور ده بالمناسبة إحنا ما شفناهوش في مصر من أيام أم كلثوم، المجهود الحربي. المجهود الحربي. ورأيي إنه المنطقة دي عند عادل إمام تستحق رسالة دكتوراه في إن إزاي فنان واجه الإرهاب. سواء بالأعمال أو بالمواقف. هنا صفحة كاملة في جورنال الأخبار في جزء منها بيتكلم عن لم أشعر بالخوف لحظة واحدة وأنا أصد جمهوري. وهو هنا بيدي تصريحات للجورنال الأخبار في الوقت ده وردود فعل رحلة أسيوط، لأن كانت المسألة يعني أكبر بكتير من إنها رحلة فنية. المسألة كان فيها يعني حالة رعب وزعر وقلق إنه لو لا قدر الله حصل له حاجة في الوقت ده مصر كلها تشيل ذنبه يعني. صحيح. فبرضه في صور من نفس الرحلة ده، الأهرام الصفحة الأخيرة، أعداد كبيرة من جماهير أسيوط تخرج لاستقبال فن القاهرة، أضخم مظاهرة فنية تشهدها عاصمة الصعيد. برضو أظن الصورة اللي بعدها برضو هنا عادل إمام بقى قرر إنه الفرقة اللي اتمنعت من العرض هناك تيجي تعرض هنا في مسرحه. فده دعم برضو سليمان الحلبي. كان يعني كان ممكن لو اقتصر بس الدعم على الفكرة دي كانت بقت جيدة، لكن هو طيب. بمناسبة يعني عادل إمام وانتماءات الفنانين الرياضية، يعني في ناس كتيرة جدا ما تعرفش عادل إمام أهلاوي ولا زملكاوي. هو ليه قصة طويلة مع المسألة دي. أولا هو في مرحلة مراحل يعني في الستينات كان ليه حوار مع الأستاذ نجيب المستكاوي إن هو زملكاوي، ثم في التسعينات قال إنه أهلاوي. القصة في التسعينات يعني انقلبت لسبب واضح جدا. أولا هو ابتدى يشجع اللي بيشجعوه أبناء وأحفاده، يعني هو أبناء وأحفاده بيشجعوا الأهلي، فهو شجع الأهلي معاه. هنا صورته مع الخطيب. الخطيب وشطه. وشطه بالظبط. ده محمد عادل امام. ده محمد عادل امام اللي شايله. اللي شايله ده اظن رامي، مش رامي محمد. رامي ده رامي يمكن. هو رام زيزو متهيالي تقريبا. زيزو قبل عذاب شافي. فجزء من اللي هو ارتبط بنجوم الاهلي، يمكن متصور صوره تانية مع صالح سليم. والحقيقه جزء ده ليه علاقه بيه انه كان صديق لعدد كبير من الرموز زي الاستاذ هيكل مثلا. وكان بيعزمه على المسرحيات وعزمه على مسرحيه الزعيم في وقت من الاوقات هو واستاذ محمد العزبي، وكان عامل يعني احتفاء طول الوقت انه استاذ هيكل يبقى موجود لما يعمل مسرحيه جديده يدعو ليها استاذ عادل امام. وحضر هيكل مسرحيه، حضر مسرحيه عادل امام وحضرها في الصف الاول يعني، وحضرها اكتر من مره يعني. يعني كانت الفكره دي طول الوقت تقول لك الابعاد اللي عند عادل امام. ايه اشهر المعارك اللي خاضها عادل امام؟ لا معارك كبيره. انا فاكر ان من 20 سنه كنت في ندوه في مجلة شباب، الأستاذ عباو مطوع ساعتها كان رئيس تحرير، دعا عليها الأستاذ عادل إمام. وساعتها كان الحقيقة متألم جدا إن في مؤسسة صحفية كبيرة بتشن حملة عليه لا تحتمل. كانت المؤسسة دي أخبار اليوم، هو ما قالش اسمها في الندوة ساعتها. ده سنة 97. كتب موضوع الحقيقة كان على أربع صفحات جوه، هل انتهت ظاهرة عادل إمام؟ طبعا أستاذ عادل رد في الملعب أو الرد على الشاشة زي ما بيقولوا، سواء في السينما أو في التلفزيون أو حتى في المسرح، إنه ده كان بعد 25 سنة من وهو على القمة. فدلوقتي إحنا بنحتفل بمرور 50 سنة على القمة. وإنه كان الرد بأعمال بتنجح، وإنه قدر يقف. 97 دي سنة فارقة، دي السنة بتاعت ما اللي رايح جاي، ويمكن يبقى هنعمل لها فقرة. وهنا ابتدوا يهاجموه بفكرة هبوط الإيرادات في الفيلم الأخير، إنه استضلوا فيلم بقى وابتدى إيه؟ يتبني عليه. فاكر الفيلم ده إيه؟ طبعًا. كان امريكا اللي هو الفيلم صوره في امريكا، هفتكره. هلو امريكا. هلو امريكا. كان هلو امريكا. اللي بعده هتلاقي هل تحول الى زعيم سياسي. ما بقول لك ابتدى الهجوم عليه وابتدوا ياخدوا رأي. لماذا يصر على نفس الحركات التي لم تعد تضحكنا؟ هي الحقيقه لحد رمضان فات بتضحكنا عادي جدا يعني. يعني الفكره دي انه ازاي قدر يتجاوز ده ويقدر يرد بده بشكل عملي، انه اخر فيلم ليه زهايمر 2010 ونجح وعمل ايرادات كبيره، رجب فوق صفيح ساخن، اللي هي السلسله اللي بيسموها الافلام المقاولات. هي لا، هي ما كانتش مقاولات. لا دي ما كانتش مقاولات، هي المقاولات كانت افلام ثانيه الحقيقه. شعبان تحت الصفر. شعبان تحت الصفر ورجب فوق صفيح ساخن ورجب فوق صفيح ساخن ورمضان فوق البركان. الثلاثه
الغريبه ان الثلاثه دول كان الرقابه رفضهم، ومديره الرقابه كانت بتقول لو اتمنى افلام كنت شلتها من كنت ليه؟ لانهم ضد الدين. فطبعا الافلام ما فيهاش حاجه دينيه خالص، فالناس عشان قعدت اسماء شهور فكانت عايزه تشيلهم من المساله دي. دي طبعا كل جيل التسعينات عارف المنافسه التاريخيه في افلام العيد بين عادل امام ونادي الجندي نجمه الجماهير. ان ده كان الموسم. يعني انا فاكر كويس قوي انك تدخل السينما يوم العيد لحد من الاثنين دول، ده انجاز في حد ذاته. يعني انا فاكر ان فاكر سينما روكسي المشهد لحد دلوقتي، والتفرقه بين الجمهور بيتم عن طريق الشرطه مش عن طريق حد بينظم، لا يعني الشرطه واقفه قدام السينما عشان تقدر تنظم المرور ليه الناس تقدر تدخل السينما. صوره الثلاثه الكبار طبعا. وكان بينهم طول الوقت منافسات فنيه كبيره، واحيانا تصل الى فكره المعارك الفنيه. محمود عبد العزيز كان فكره رافت الهجان يروح لمين. طبعا. استاذ نور الشريف كان بيحكم سنه 84 برضو في مهرجان في المغرب، وما اختارش الفيلم كان ساعتها حتى لطير الدخان، و استاذ عادل اتقال انه زعل والمساله، لكن نور الشريف طلع وقال ان انا ما كانش عندي مشكله معاه، هي كانت ليها لجنه تحكيم وانا اديت له صوتي، لكن في النهايه الصوت ما طلعش ليه؟ لانه لجنه التحكيم اختارت حد تاني، فانا مش مسؤول عن ده. هنا طبعا المنافسه الاشهر بينه وبين احمد زكي، وهنا في فرح هلا فؤاد صحيح الله يرحمه الله في الفرح، وده كان رد كبير على الشائعات ساعتها والخلافات وهكذا، فكان بس عادل امام يعني خاض معارك كتيره ومعارك وصلت للمحاكم والقضايا. ايه اشهر المعارك؟ هي اشهر المعركه طبعا فيلم الافوكاتو. الافوكاتو يعني لو كان اسمه ودي كانت 84 برضه كان اسمه حسن سبانخ كان حسن سبانخ صحيح. حسن سبانخ طبعا تم يعني اترفع قضيه بتهمه السخريه من المحامين والقضاه وحاجه بالشكل ده، ودي كانت السبب في استقاله القاضي مرتضى منصور في الوقت ده من المحكمه، بسبب انه يعني يمكن انا جايب الصوره يمكن اللي بعدها هنلاقي الصور بتاعه الافوكاتو اسباب الحكم. محكمه جنح ابو لاد دكرور حسيت حكمها في 33 ورقه فولسكاب. فدول 33 ورقه دول انا الحقيقه كنت اتمنى ان الصحف تبقى نشرهم، عشان كنا دي هتبقى وثيقه للتاريخ انا اكيد انا متاكد طبعا ان مين يعني ان في حد محتفظ بيها. هنا مصادره الافوكاتو وسنه حبس ده الحكم اللي صدر. طبعا كان حكم مش صادم، حكم مرعب. ده كان مرتضى منصور القاضي، هو القاضي. هو يعني مكتوب اسمه في برئاسه و101 جنيه. وانه طبعا الدنيا كلها اتقلبت والناس كلها رفضت الحكم، وكان معاه يوسف شاهين ورأفت الميهي وكلهم وقفوا معاه في المحكمه في الوقت ده، ويمكن المحكمه هو برئاسه مرتضى منصور و محمد خير وكيل النيابه والسكرتير وهكذا، و101 جنيه على سبيل التعويض. الصوره اللي بعدها بياخد ده الاستاذ صلاح حافظ بينتصر لسعد الامام وفيلم الافوكاتو، ويعني صلاح حافظ طبعا من القامات الكبيره طبعًا. كان رئيس تحرير روزا اليوسف ومن القامات الكبيره في تاريخ الصحافه، ويوقف مع الفيلم، والحقيقه الكتاب الكبار وقف فيلم القاضي وفيلم الافوكاتو. القاضي يعني القاضي هو طبعا بيقصد القاضي بتاع المحكمه مرتضى منصور صحيح. وده جزء من المساله. هنا في الاخر براءه عادل امام واربع فنانين، بس ده بالمناسبه ما كانش هو مرتضى منصور اللي براهم، لا صدر الحكم برئاسه احمد ابو السعود رئيس المحكمه وعضويه احمد مليجي، يعني قاضيين يعني قضاه اخرين في محكمه اخرى. لكن المحكمه الاولى حكمت بسنه حبس على الفنان الكبير عادل امام اللي احنا بنقول له يعني كل سنه وهو طيب، وندعي له بالصحه وطول العمر والمزيد من الابداع. كل سنه وحضرتك بألف خير يا استاذ عادل امام، وكل سنه وحضرتك طيب. انا كمان عيد ميلادك بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. شكرا جدا. كويس ان الواحد يعني عيد ميلاده مع عيد ميلاد عادل امام. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقه الجميله كالعاده. شكرا جدا. ونشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. بكده تنتهي حلقه النهارده من راي عام، نشوفكم بكره باذن الله. تصبحوا على خير.